أهلا بكم في الفقرة الرياضية من قناة الجزائر الدولية، والتي سنسلط الضوء فيها عن تواصل الهجمات الغربية الشرسة ضد دولة قطر. صحيفة لوكانر أونشيني الفرنسية أصدرت عددا خاصا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق بعد أيام في قطر، هاجمت فيه بحدة الدولة الخليجية ومنتخبها الوطني وصورت اللاعبين على أنهم إرهابيون. نشرت الصحيفة بجانب الرسم الكاريكاتوري تقريرا عن مزاعم تمويل قطر لمنظمة إرهابية، صور مشينة نمتنع عن نشرها. الفعل المشين للصحيفة الفرنسية ليس ولد الصدفة، لأن مدن عاصمية فرنسية باريس انضمت هي الأخرى إلى عدة مدن امتنعت عن عرض مباريات مونديال قطر على شاشات عملاقة وتخصيص أماكن للمشجعين. وبرر رؤساء بلدية المدن الفرنسية قرارهم بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية. منذ أن لنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير. التحامل على قطر يمتد على مدار 12 عاما، ومنذ حصول قطر على حق استضافة البطولة عام 2010 لم يتوقف سيل الانتقادات الموجهة لها، والتي تنوعت وفق كل مرحلة. فقد وجهت اتهامات في البداية إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفساد والسماح لقطر بشراء حق استضافة كأس العالم، وخرج التحقيق يومها ببراءة دولة قطر من هذه الاتهامات. ثم عرجوا على وتر حقوق الإنسان وحقوق العمال والانتهاكات التي يمارسها أصحاب الشركات عليهم، وردت قطر بأنها تراقب وتشرف على هذا الأمر، ومن يخطئ يعاقب، وأن باب العدالة مفتوح واللجان العمالية موجودة وتتصدى لأي شكوى تصلها من أي عامل. قطر قامت على الفور بإصدار وتعديل التشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة بما يحفظ حقوق العمال المالية ويصون كرامتهم، وعززت دولة قطر مبادراتها الهادفة لاستقرار بيئة العمل الآمنة. ومن أبرز هذه الإصلاحات قرار إلغاء التأشيرة الخروج للمقيمين في البلاد والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وحددت الأجر الأدنى، الإعلان عن إنشاء 14 مركزا تأشيرات لتأشيرات قطر، وأنشأت أيضا صندوقا لدعم العمال وتأمينهم. قطر اعتبرت بعض النقد إيجابا ومفيدا يساعدها على تطوير جوانب تحتاج إلى تطوير لتنجح في تخطي العقبات، مؤكدة أن مونديال قطر سيكون حديث العالم في ظل ما تنفذه الدوحة من مشاريع مختلفة تمس البنية التحتية من أجل استقبال ما يقرب عن 2 مليون مشجع والجماهير التي ستتوافد على البلاد لمتابعة كأس العالم، وتجعل منه المونديال الأغلى في التاريخ بقيمة 220 مليار دولار. بلغت تكلفة إنشاء الملاعب هذا المونديال حسب الأرقام الرسمية نحو 7 مليارات دولار، ليكون تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 انعكاسات إيجابية على الأداء الاقتصادي لقطر على المدين المتوسط والبعيد. رغم التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد القطري يغرد خارج السرب وبشهادة صندوق النقد الدولي، والذي توقع أخيرا أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لقطر إلى 4.9% مدعوما ومدفوعا بالعديد من العوامل الأساسية، في مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار الغاز واستضافة الدولة لبطولة كأس العالم. نشاهد ورقة في التقرير التالي. خطوة قليلة تفصل العالم عن أكبر حدث عالمي في كرة القدم، المونديال. قطر عدت العدة وأبهرت المتتبعين ببنى تحتية قل نظيرها، إن لم نقل لا نظير لها. لم يعد خفيا على أحد أن استضافة البلد الخليجي لنهائيات كأس العالم صار بمثابة كابوس وهاجس للغرب،
لسبب بسيط هو عدم قبوله فكرة إجراء المونديال في دولة عربية أحرزت تقدما وتطورا في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. آخر فصول الحملات المغرضة جاءت على لسان جوزيف سيب بلاتير الذي خرج قبل أسابيع قليلة من أروقة المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بسبب وجود شبهة احتيال وإدارة غير عادلة وخيانة الأمانة. السويسري أراد ركوب موجة الكذب والبهتان وأدلى بتصريحات أكد من خلالها خطأه في منح قطر شرف تنظيم المونديال، تصريح يصب في مصلحة قطر وليس العكس، فهو يؤكد أن البلد المستضيف يسير في الطريق الصحيح لإبهار العالم وإخراج أفضل نسخة من كأس العالم منذ بداية البطولة عام 30 من القرن الماضي. مهما قيل وما سيقال وما ستأتي به الرياح من الجهة الغربية من العالم، الأكيد أن أفضل نسخة للمونديال ستكون على أرض عربية، وستكون كذلك أفضل نسخة على مدار كل النسخ السابقة. والحملة على قطر بلغت من الضراوة مبلغا جعلت الجميع يتساءل عن الدوافع والأسباب الحقيقية من ورائها. ولتفاصيل أكثر نربط الاتصال بالإعلامي والناقد الرياضي بجريدة العربي القطرية سليمان ملاح مباشرة من قطر. مرحبا سليمان. مرحبا أستاذ مصطفى، ومرحبا بالمشاهدين لقناة 24 الدولية في الجزائر. سليمان، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها قطر على خلفية استضافتها لكأس العالم، كيف ترون تلك الانتقادات الموجهة لها خاصة أيام قليلة عن انطلاق العرس الكروي؟ في البداية أخي، أنا أعتقد أنه هذا ليس بجديد على الدول الغربية التي تشن يعني حملات ممنهجة ومغرضة لإفشال هذا الحدث الكبير الذي يقام لأول مرة في دولة عربية مسلمة، لأول مرة في الشرق الأوسط. أعتقد منذ البداية الحملات لم تنقطع أو لم تسكت هذه الأفواه أو هذه المنظمات المدفوعة. أعتقد أنه هذا الشيء قطر تركته على جنب. هذا الشيء يعني هذا الأمر كان بالنسبة للقطريين كان حافز ودافع للمضي قدما للإثبات للعالم أن قطر قادرة على تنظيم حدث كبير في حجم مونديال كأس العالم، وكلنا نعرف حجم هذه البطولة الكبيرة والأضواء التي تسلط عليه. ولذلك قطر أعتقد أنه قامت وتمكنت منذ البداية ومنذ إعلان عن فوزها بشرف تنظيم المونديال في أواخر عام 2010 من التخطيط والإعداد والعمل الجيد من حيث بناء وتجهيز المرافق الرياضية الضخمة حتى تكون هذه البطولة من أفضل النسخ. وهذه شهادة ليس شهادتي أنا فقط أو شهادة أي جهة معينة، ولكن شهادة منذ البداية من الرئيس إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من الهيئات، من الوزراء، من الرؤساء قاموا بزيارة قطر وانبهروا انبهار شديد. حتى أساطير كرة القدم من دافيد بيكام مثل ديسايي مثل يعني بيلي مثل كافو البرازيلي، يعني من كل دول العالم لما جاءوا إلى قطر وشاهدوا الترتيبات التي موجودة انبهروا انبهار شديد وقالوا بأتم المعنى أن هذه النسخة ستكون استثنائية. ولكن أعتقد هؤلاء الحملات أعتقد لا تمد لأي صلة بأي صحة من الكلام الذي يقال حول حقوق العمال أو الأمور الأخرى الذين هم يريدون أن يربطون يعني الأشياء أمور أخرى ليس لها علاقة بالرياضة أو ليس لها علاقة بالتنظيم. حقوق العمال نحن ندرك جيدا أنه في كل بلد أنه هناك ثغرات يعني في قوانين، ولكن هم يريدون أن يفشلوا هذه البطولة، ولكن قطر مع ذلك يعني مضت معاهم في هذا نعم هذا طيب أستاذ سليمان، نعم. بناء على ما قلت، هل ترون بأن ما يقوله البعض أن الحملة على قطر لا تخلو من الإزدواجية، خاصة أن قطر
منذ 12 عاما، منذ أن أخذت استضافت المونديال وهي تحضر لهذا المونديال بكل ما أوتيت من قوة، ودليل ذلك على ما وصلت إليه قطر من تكنولوجيا حديثة ستبهر بها العالم. لكن سليمان، الازدواجية في المعايير، كيف ترون هذه الازدواجية خاصة وأن المونديال السابق في روسيا وفي البرازيل كان عدد ممكن الضحايا الذين توفوا خلال الأشغال التي سبقت إنشاء الملاعب ممكن كانت أكثر، لأنه حسب تقرير الوزير القطري أنه الوفيات كانت 3 وفيات منذ 12 عاما منذ التحضير لكأس العالم. أنا مع هذه الأمور كلها يا أخي، أنا أريد أن أقول لهؤلاء، يعني حتى لو كنا أصل رسالتي لهؤلاء سواء باللغة الفرنسية أو الإنجليزية بأي لغة كانت، أين هم منذ بداية إعلان قطر من هذه الحملات؟ لماذا ظهرت حقوق العمال مع اقتراب الموعد وتشتد هذه الحملات؟ إذا كان هذا الكلام وهذه الحملات صحيحة، في قطر موجود هناك سفارات، هناك جاليات هنا، لماذا السفراء وهم الممثلين الدبلوماسيين الأول على الجالية سواء كانت فرنسية أو هندية أو نيبالية أو باكستانية مثل ما يدعون، لماذا هذه السفارات لم تنقل هذه الأحداث؟ بل بالعكس أكدوا أن هذه الأمور لم تحدث أبدا في قطر، وإذا كانت كانت بنسبة قليلة جدا جدا جدا. ومع ذلك أنا أقول أنه هذه الحملات المزدوجة كان بمثابة فقط لإفشال هذا الحدث، لأن هناك غيرة كما نقول على أن هذا الحدث سيكون استثنائي، وأنا أؤكد أن هذا الحدث سيكون استثنائي بلا محالة. هي يعني نستطيع أقول أن أصحاب الشجاعات صاروا يدركون أكثر من أي وقت مضى أن قطر ستنظم كأس عالم فريد من نوعه يكشف فيه الزوار كل ما يقال ويثار في وسائل الإعلام مجرد رصاصات مرئية. طيب. تخلف وطن لا تصب ولا تؤثر عن القافلة التي تواصل السير بثبات، وننتظر يعني الإنصاف من أول صفارة لحكم المباراة. طيب. في هذا الافتتاح المونديال الذي سيكون مبهر. حتى طيب. أضيف شيء واحد يعني. تفضل. نعم. تفضل تفضل أستاذ. أنا أقول يعني حتى الكلام الذي قيل في الصحف أو في ليس في صحف وإنما في بعض الصحف التي ليس لها صدى كبير يعني مثل ليكيب أو الأونز مونديال المعروف، يعني كان هناك كلام أنه قطر فرنسا ستقاطع كأس العالم، هذا غير صحيح أبدا، إنما كان لا يدل بأي صلة، لأنه منذ 3 أيام فقط أخي مصطفى تم استدعاء سفير فرنسا لدى دولة قطر وهو ممثل رسمي لدولة فرنسا، ولما طرح على هذا السؤال نفى قطعيا هذا الكلام وقال فرنسا بالحرف الواحد فرنسا لن تقاطع كأس العالم. لكن هذا دليل واضح. أستاذ سليمان، في ظل الحديث عن فرنسا، مدن فرنسية امتنعت عن عرض مباريات المونديال في عبر الشاشات العملاقة وفي الأماكن العمومية، هل يمكن لهذا القرار أن ينقص من نسب المشاهدة المونديال، خاصة وأن قطر تعول على ارتفاع نسب المشاهدة المونديال وحددها ب 1.6 مليار مشاهدة يعني لكل مباراة، هل راح يأثر هذا القرار على نسب مشاهدة المونديال؟ لا بالعكس، لا أنا شوف أنا أؤكد لك أنه لا شيء يؤكد على نجاح هذه المونديال هذا الحدث العالمي الكبير، سواء من مقالات أو ماذا يقال في الشاشات التلفزيونية، هذه الأمور لن تؤثر أبدا على النجاح. وأنا أؤكد في هذا الشيء أنه لما هم يقالون أنه لن يعرض شاشات كبيرة في ساحات العالم، يا أخي معروف أنه لأول مرة كأس العالم سوف تقام في فصل الشتاء، يعني فصل الشتاء بالنسبة لأوروبا خاصة أنه سيكون هناك برد قارس، من المستحيل أن يعرض شاشات كبيرة في ساحات عمومية لمتابعة مباريات المونديال. ثاني شيء أزمة أوكرانيا مع روسيا، الحرب يعني كان لها تداعيات على الطاقة، وبالتالي هون شفنا أن هناك يعني تقشف أو سياسة تغيرت بالنسبة لفرنسا لعدم استعمال الطاقة بشكل كبير، هذه أمور يعني طبيعية. طيب ليس سأل. لها أي مونديال أو بحقوق الإنسان أو بما يصار من هجمات ثانية. طيب أستاذ، شكرا أستاذ سليمان ملح، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا لك أستاذ مصطفى. قطر
لم تترك شيئا للمستقبل. ومن موضوع قطر نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الرياضية.